كيد، بتشوف انه التحدي الفلسطيني للشباب اللي برزوا كناشطين فلسطينيين يعلوا اسم فلسطين ويعلوا اسم هالقضية اللي هي بحاجة دائما لمنابر، لصوت، لنموذج علشان يرفعها، بيختلف شوي او هو نفس التحدي؟ شكرا ياسمين، متشرف فيكم في فلسطين، وهي رسالة مهمة انه فلسطين مش وحيدة ولا معزولة عن عمقها العربي وشباب العرب، العالم العربي والعالم الإسلامي. بتفق مع يعقوب بشكل كتير كبير في موضوع أنه الشباب الفلسطيني عنده سمات جينية تتعلق في كونه عنيد وكونه مثابر لتحقيق أهدافه الأخيرة، لكن في نفس الوقت نموذج البطولة الفلسطيني أنه هو يعيش يومه بدون منغصات الاحتلال وبدون منغصات والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية اللي أحياناً بعيشها كل الشباب العربي، لكن بتتعاظم عنا بسبب وجود هذا الاحتلال الغاشم على شعبنا الفلسطيني. أنا بالنسبة لي الضغط اليوم هو كيف أعيش يوم بدون هاي المنغصات. التحدي الرئيسي كيف نعيش يوم العمل، يوم التواصل الاجتماعي، يوم الاستمتاع بمدينة رام الله ومدن فلسطين التاريخية ومدن ومدينة بيت لحم بدون ما نكون بنمر عن حاجز احتلالي وبدون ما نمر عن كل منغصات الاحتلال. وبالتالي اللي بيطالب فيه الشعب الفلسطيني والتحدي اليومي للشعب الفلسطيني وللشباب الفلسطيني هو نعيش يومه مثل ما بيعيشوه كل الشباب في كل العالم الحر.